أعلن مصرف البحرين المركزي بأن إجمالي أقساط التأمين التقليدي والتكافل في السوق المحلية بلغ 151 مليون و490 ألف دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 146 مليون و860 ألف دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2022، أي بزيادة قدرها 13%. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة بما فيها التأمين الصحي ما يقارب 90% من إجمالي حجم الأقساط خلال النصف الأول من عام 2023. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيد إلهام طالب، مدير إدارة مراقبة التأمين في مصرف البحرين المركزي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أستاذ إلهام، ما هي العوامل التي تؤثر في نمو قطاع التأمين في مملكة البحرين؟ وما هي المعايير التي يطبقها مصرف البحرين المركزي لتطوير هذا القطاع؟ طبعا أنا سعيدة باستضافتي اليوم، وأحب أشير في البداية أن قطاع التأمين في مملكة البحرين شهد نموا ملحوظا في السنوات العشر الماضية، وذلك نتيجة التطور في القطاع المالي في المملكة والأخذ بالخطوات اللازمة من قبل المصرف لتوفير بيئة ملائمة لقطاع التأمين، طبعا عن طريق تطبيق أفضل المعايير والقوانين التي تكفل نمو هذا القطاع. من ناحية ثانية، يعني في هناك عدة جهود مبذولة بوضع مبادرات وتضمينها في خطة التعافي الاقتصادي للقطاع للسنوات الخمس القادمة إن شاء الله. طبعا هاي المبادرات ستحقق نمو أكبر في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. من ضمن هاي الجهود والمبادرات اللي يعمل المصرف على تحقيقها من ضمن خطة التعافي، اللي هي إصدار توجيهات تنظيمية لحقوق حاملي وثائق التأمين ودعم التحول الرقمي، وكذلك زيادة الوعي التأميني بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة للزبائن. كل هذه العوامل يؤمن المصرف بأهميتها لنمو القطاع وتقديم حلول مبتكرة. طبعا دائما يشجع المصرف على تقديم حلول مبتكرة تمكنها من تعزيز الكفاءة في العمل واكتساب ميزة تنافسية حسب تلبية توقعات الزبائن. طبعا هاي بالإضافة إلى دور المصرف بمراقبة الوضع المالي للشركات والتأكد من متانته كأحد العوامل المؤثرة لنمو القطاع. بالتأكيد السيد إلهام طالب، مدير إدارة مراقبة التأمين في مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك. أطلقت شركة الخدمات المالية العربية AFS الجيل الثاني من حلول المدفوعات الرقمية AFS Pay، وتعد هذه الخدمة أول خدمة في مملكة البحرين تعمل على تحويل هواتف أندرويد إلى أجهزة نقاط بيع ذكية، والتي تقبل جميع عمليات الدفع اللاتلمسية. وهذه الخدمة تزيل حاجة التجار إلى استخدام أجهزة إضافية وتسهل قبول المدفوعات اللاتلمسية على هواتفهم الذكية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا في الاستوديو السيدة أميرة إسماعيل، رئيس قسم عمليات اكتساب التاجر في شركة AFS البحرين. مرحبا بك استاذة أميرة في الاستوديو. مرحبا أخت ريم. في البداية استاذة أميرة، مع إطلاقكم الجيل الثاني من حلول دفع AFS Pay، كيف يعني يستفيد التاجر والمستخدم من هذه الخدمات، وما هي أهم التطورات التي طرأت على هذه الخدمات؟ أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة، يسعدني أكون متواجدة معكم اليوم بالنيابة عن شركة الخدمات المالية العربية للتحدث عن أحدث تطبيقات طبعا الدفع الرقمي AFS Pay في السوق البحريني. طبعا أول شيء AFS أو شركة الخدمات المالية العربية تعتبر المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة لتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. طبعا هي شركة مرخصة من قبل البنك البحرين المركزي ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. بالنسبة للAFS Pay، قبل نتكلم عن الجيل الثاني نحب نعطي نبذة بسيطة عن الجيل الأول اللي احنا أطلقناه العام الماضي، وكان هو الحل الوحيد أو التطبيق الوحيد اللي بيمكن التاجر من تحويل هاتف الأندرويد أو جهاز الهاتف الأندرويد الخاص بالتاجر إلى نقطة بيع ذكية ومتنقلة، من خلال شيء بسيط جدا ان هو يروح على جوجل بلاي ستور ينزل الابلكيشن، وشركه الخدمات الماليه العربيه بتقوم بتزويد التاجر بالكريدنشال اللي هي الباسورد واليوزر نيم، ومن خلاله يقدر فورا يستخدم الهاتف كنقاط بيع ويقبل جميع المعاملات اللاتلمسيه او الكونتاكتلس. طبعا الجيل الاول كان بالنسبه لنا عام تجريبي، قمنا فيه بالتجربه مع عدد من شركائنا من التجار لتقييم التجربة، وكان يقبل فقط
البطاقات الائتمان او الكريدت كارد، ما كانش بيقبل البطاقات اللي هي خصم المباشر او الديبت كارد. من خلال التجربه اللي كانت ناجحه بكل المقاييس، طبعا قدرنا نعرف ان احنا لازم نوسع بطاقات، لازم نوسع توسيع القبول على البطاقات. فطبعا دخلنا البطاقات الخصم المباشر، دخلنا كل المحافظ اللي موجوده. يعني دلوقتي هاتف الاندرويد اللي هو حولناه انه يكون نقطه بيع او بوينت اوف سيل تيرمينال، يقدر يقبل بطاقه ائتمان، يقدر يقبل بطاقات خصم مباشر، سامسونج باي، ابل باي، اس تي سي باي، بي باي، اي بطاقه موجوده في البحرين، بالاضافه لاي محفظه الكترونيه عن طريق طبعا العمليات الكونتاكتلس او اللا تلامسيه. نعم، ماذا عن الاحصائيات؟ هل هناك بعض الاحصائيات عن عدد المستخدمين في مملكه البحرين لهذه الخدمات؟ وهل هناك مبلغ تم رصده لعدد المدفوعات او اجمالي مبلغ المدفوعات باستخدام هذه الخدمات؟ طبعا بالنسبه للبحرين هي تجربه وليده، بس اذا بنحب نتكلم عن الاحصائيات الدوليه نقول ان هو في عام 2022 كان موجود 5 مليون تاجر على مستوى العالم بيستخدم أجهزة الأندرويد كنقاط بيع ذكية. المتوقع أن العدد دوت يوصل ل 35 مليون بحلول عام 2027. وإذا تكلمنا عن حجم المدفوعات من خلال الإيفس بي في البحرين أو السوفت بوز اللي هي معروف باسم سوفت بوز عالميا، فهو على مستوى العالم 195 مليار في 2022، ومتوقع أنه هو يوصل ل 405 بحلول عام 27. ده بالنسبة للعالم. بالنسبة لنا في البحرين طبعا إحنا تماشيا مع رؤية 2030 اللي طبعا رؤية سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، أن إحنا كلنا بنسعى نحو مجتمع غير نقدي، أن إحنا نقدر بقدر الإمكان نقلل العملة النقدية اللي موجودة. فقمنا بإطلاق الإيفس باي، لأن الإيفس باي ببساطة بتقدر توصل لكل شرائح التجار. في بعض الشرائح كانت غير ملتفت ليها في الماضي، احنا بتوفير التطبيق نقدر ان احنا نوصل لكل الشرائح، ونقدر ان احنا نقلل من العملات النقدية على قد ما نقدر. بالرغم ان العام الاولي ما كانتش التجربة مكتملة، لان انا افخر ان انا اعلن ان في اكتر من 1000 تاجر حاليا في البحرين بيستخدم تطبيق FSPay بكل سهولة وبكل يسر. اي تاجر يقدر يستخدم التطبيق من خلال جوجل بلاي ستور، ينزل التطبيق، والباقي كله على شركة الخدمات المالية العربية، من ناحية التدريب، من ناحية طبعا ان يكون في متوفر للتاجر جميع المعاملات اللي قام بيها، سواء الخصم المباشر او الائتمان لمدة 6 شهور، يقدر انه يحتفظ بالمعاملات، يقدر يرسل الرصيد للعملاء من خلال الاس ام اس، او يقدر يرسله من خلال الايميل. كل شيء متوفر بكل راحة وسهولة ويسر وامان، وده من واجبنا ان احنا نوفر دايما كل احداث الابتكارات المالية في السوق البحريني بما يتماشى مع كل التطورات العالمية. بالتأكيد السيدة أميرة اسماعيل، شكرا لك على حضورك. شكرا اخت ريم، تشرفنا. والآن نترككم مع عدالة سوق المالية الخليجية. وللحديث حول الأسواق المالية الخليجية يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من إمارات دبي الأستاذ هاني أبو عقلة، كبير محلل الأسواق في XTB مينا. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. كيف ترى تطور الأسواق الخليجية في الربع الأخير من العام الجاري؟ أهلا وسهلا أختي، شاكر ومقدر الاستضافة. التطورات في الأسواق الخليجية يمكن في 2023 حتى الآن نشاهد يمكن سوق دبي وسوق السعودية وسوق البحرين ما زالوا في النطاق الأخضر حتى الآن. أي نعم كان في انخفاضات في شهر 8 مؤخرا، ولكن هذا أتوقع متبع نفس الانخفاضات التي صارت في البورصات الأمريكية، يمكن بانخفاض الأول شهر يمكن في بداية هذه السنة. سبتمبر معروف أنه شهر ليس صديق للأسواق العالمية بشكل عام، ولكن يمكن في الخليج أن يخالف هذه الأسواق بسبب الصعود الأخير للنفط متجاوزا مستوى $90 لخام برنت. كذلك التقارير القادمة من أوبك اليوم تشير بأن يكون في انخفاض في المعروض، وهذا مشجع
وداعم لأسعار النفط بأنها ترتفع، وده طبعا شيء أساسي جدا لجميع دول الخليج في استمرارية الارتفاع في أسواق الأسهم بشكل عام. بالتأكيد الأستاذ هاني أبو عقلة كبير محللي الأسواق في XTB ميناء، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك.